وصفة اليوم بعد هم فيها قرع بس فيها تغيير يناسب العيال الله يحفظهم. مثلا يقولوا لي انت قاعد تستخدمين هذا الكان، وين استفدتي من القرع الموسمي؟ مثلا اليوم المفروض انه ما يكون قرع كذي، هذا البيوري المفروض ان الوصفة اللي هي ماكن تشيز مع البابكن انه يكون القرع كيوبس زين فريش طبعا، وحط عليه زيت زيتون ملح فلفل اسود واحطه بالفرن، وبعدين اخلطه مع المعكرونيه. بس بما ان انا ادري ان اللي عندي ما راح ياكلون الشيء كذي صحيح يشوفونه اللي هو القرع، فمضطر اني استبدله، او انكم تسوون نفس الفكره فريش قرع زين كيوبس وتحطونه بالفرن وتشونه مع ملح وفلفل اسود وزيت زيتون وبعدين تهرسونه، فانتم لكم الخيار. اوكي، عندنا فلفل اسود، عندنا جارليك باودر، عندنا حليب، عندنا المعكرونة هذه الصغيرة المعكوفة، عندنا جوزة الطيب، حليب، طحين وزبدة وجبن بارميزان وجبن شيدر كمية، وطبعا مثل ما قلنا القرع بيوري، تبون تسوونه فريش، تبون معلبات، وذا معلبات انا حطيت لكم صورته، هذا هو موجود بكل مكان. عندنا المعكرونة هذه نسلقها عشان نبتدي الوصفة. أول شيء طبعا الزبدة، مثل ما قلت لكم دائما احنا نحط المقادير اكتبها لكم كتابك بس صبروا علي. بعدها طبعا اضيف الطحين وعلى دفعات، يعني صحيح هي الكمية صغيرة لكن احنا راح نضيف على دفعات. اوكي، ريحة خلينا ما شاء الله على الدفعات واستمر بالتحريك. بعدها الحليب وحرك عشان ما تتكتل عندي على طول، وحرك حرك بسرعة 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 بسرعة. أيوة كمية الحليب طبعا احنا عندنا وايد سريع. راح اكتب لكم طبعا المقادير كاملة، استمر بالتحريك لغاية ما يفقر الخليط، ما راح اضيف له شيء لحد الان، ابي يفقر. ها استخدمت هذا الوسك وايد افضل. سكم اوريدي. اذا ضفت الجارليك باودر والفلفل الاسود وجوز الطيب، استمر بالتحريك، شوفوا قاعد يفقر. ها الحين راح اضيف جبن الشدر وذوبه معه. هي مكرونيا تشيز فلازم يكون فيها كمية جبن، صراحة تطلع طيبة عجيبة، جربونها تدعوا لي. بعدها بعد بارميزان تشيز، استمر بالتحريك عشان ابي كل المكونات تذوب. وعندنا اخر مكون اللي هو القرع البيوري، طبعا تبون تسوونه فريش مثل ما قلت لكم، او انكم تستخدمون المعلبات انتم احرار. مثل ما قلت لكم اذا بتسوون انتم البيوري، تقطعون القرع مكعبات تحطون عليه زيت زيتون، مثل ما قلت لكم تستخدمون القرع الفريش مكعبات وتحطونه بالفرن مع زيت زيتون وملح وفلفل اسود، تشونه وبعدين تضربونه بالخلاط. الحين بهالمرحله راح نضيف المعكرونه. ايوه يا سلام، شيء عجيب، يعني انا ضقت شويه تجيب هالقفشه عجيبه ما تطعم. الحين نحطها بالبايركس وبعد لها اضافه ونحطها بالفرن شوي تتحمش. عندي بعد ثلاث انواع جبن، عندي الشدر بعد والموزاريلا وعندي البارميزان، راح احطهم من فوق وادخلها الفرن على نار هاديه شذي تتسبك. هي كذي حالاتها كذي، ما تصير مكرونه تشيز من غير ما تكون كذي، بس القرع اضاعها نطاعه ما صارت. شوفوا يا جماعه ترى ما في وقت معين حق الفرن، يعني بشبه من فوق المعكرونه مستويه بس كذي تشوفونها من فوق تحمشت والجبن ذاب، بس كذي معناته
احنا خلصنا. حطيت هذا الموزاريلا. وإلى الفرن.